الهيئة أنه منذ إنشائها لم تتلقى تحفظات أو ملاحظات من أي جهة بخصوص طريقة منحها للرخص. بنك باركليز وبالرغم من تجاوزاته المستمرة لن يفقد آماله وسيواصل جهوده في تغيير ثقافته ووقف أي عمل يمكن أن يضر بسمعته، فهل سيتمكن من ذلك؟ إذن الكثير من التجاوزات التي نراها حاليا في يعني تصدر عن الكثير من المؤسسات المالية العالمية. للحديث حول الاقتصاد الأمريكي، مستويات النمو وحتى التصرفات التي تقوم بها الحكومة الأمريكية والجهات الرسمية لمعاقبة بعض المؤسسات المالية العالمية، معنا من الدوحة السيد يوسف الكواري وهو رئيس مجلس إدارة شركة ترويج قطر. مرحبا بك أستاذ يوسف. صباح الخير أستاذ نور. أهلا. بداية يعني خلينا نبدأ من هذا التكرار المتواصل لخروقات تقوم بها مؤسسات مالية، يعني إلى تسميات مختلفة. برأيك هل من السهل فعلا أن تلجأ كثير من المؤسسات، أو من السهل التحايل والتهرب من الاشتراطات الأمريكية تحديدا بالكثير من الأمور؟ أول شيء طبعا النظام المالي في أمريكا معطي حيز من حيز مثل ما يقولون شفاف للشركة، للبنوك والمؤسسات المالية هذه لاختراق الأنظمة المالية الأمريكية، ولكن بيكون بطريقة معينة لا تبان إلا بعد فترة نتائجها. عشان كذا الكثير من البنوك يعتمدون على يستخدمون خلينا نقول القوانين هذه في التجاوزات، منها للاستفادة من مرحلة معينة، تغطية حقبة معينة من العجز في البنك أو جلب رؤوس أموال سواء كان من قسيل الأموال أو أموال غير مشروعة، إعادة استثمارها لفترة معينة وبعدين يرجعون يدفعون القرامات أو ياخذ القرامات مع العقوبات، افضل ما يخلي البنك لفتره لحقبه معينه ما يحقق فيها انجازات والتارجت اللي هو مطلوب منه في الحقبه مثلا في ربع سنه معين. طيب هل من الممكن يعني فعلا انه السلطات الامريكيه تعود يعني تستفيد ربما من الخروقات التي يتسللون منها وتعود لتعطي يعني لتتصلب اكثر باجراءاتها؟ يعني هل كل فتره هناك مراجعه لهذه الاجراءات تبعا لحجم الخروقات او التسلل الذي لجأت اليه هذه المصارف؟ الاجراءات والقوانين في امريكا موجوده نفس ما قلت لك، لكن المشكله في في يعني طيب ما بيغيروها ابدا من سيد يوسف؟ ما بتتغير وقت اللي بيصير في خروقات معينه؟ النظام في امريكا نظام مؤسسي قائم على مؤسسات معينه، مؤسسه تراقب مؤسسه. الحكومه دورها دور تنظيم قانوني في الشركات اللي هي شركات التدقيق الحسابي، هي الشركات اللي تراقب وراء البنوك، اضافه الى بعض الجهات الاشرافيه مثل عندك إدارة الضرائب وعندك الإدارات الأخرى اللي تتابع وراء البنوك هذه. البنوك في حالة المخالفات تلتزم بدفع رسوم معينة أو مخالفات معينة، هم يحسبون حسابات يشوفون دفع المخالفات دي أفضل من مثلا أن تتم حقبة معينة. علاوة أن مسألة اكتشاف هذه المخالفات ما تكون بالسهولة، ما تكون سهلة طبعا، تحتاج إجراءات طويلة لما يتم اكتشافها وإثباتها. فالبنوك تستفيد من المرحلة هذه، وانت عارف الآن في الكثير من الأموال موجودة في العالم اليوم كلها أموال مثل ما تقول مشبوه فيها. عندك الأموال اللي جاءت مثلا من الشرق الأوسط، الأموال اللي موجودة مثلا لدى رؤساء الدول المخلوعين، أو الأموال اللي كانت تحت الأنظمة السابقة، في عندك يعني غير إضافة الأموال يعني برأيك أنه عم بتحاول أو ربما حاولت وخلصت، حاولت أنه تسحب معظم هذه الأموال ربما لطرق معينة. يعني دائما شافوا نوع من التخريجات لمثل هذه الأموال لتذهب إلى مناطق معينة. طبعا هم الأموال هذه أموال كبيرة، يعني هي عبارة عن مليارات الدولارات، فهذه المليارات طبعا تكون مغريه للبنوك انها تحط نفسها في قطاع في خلينا نقول في زاويه المخالف بسيط، لكن تستفيد من المليارات الموجوده. انت تدرين دائما المخالفات هذه تحدث متى تحدث؟ في حاله يا ازمه ماليه كبيره، او في مثلا في مشاكل حروب زي قاعد تحصل في الشرق الاوسط، وفي اموال كبيره الان قاعده تتخارج من الشرق الاوسط او قاعده تتناقل من الدول العالم. الأموال هذه كيف يتم السيطرة عليها وتناقلها؟ طبعا كلها تمر من خلال البنوك،
فالبنوك هذه لابد أن يعني هي مضطرة نشوفها في الفترة هذه أنها كيف تتعامل مع هذه الأموال، يعني وحتستمر المخالفات هذه إلى 5 سنوات قدام أتوقع صعب السيطرة عليها، لأن أموال كبيرة فعلا إلى الآن الأموال هذه ما لها جهة قانونية يعني مستعدة لأن خلاص مثل ما أقولهم زي الطائرة سوف تهبط في أي ميناء، تهبط في أي مطار، يعني حتضل ستبقى محلقة محلقة بدون وجهة معينة، واللي عم بيستفيد عم بيستفيد، يعني ما حدا عم بيقدر يعني بده وقت، يعني خليه يستفيد لحد ما يجي وقت معين. طيب برأيك سيد يوسف في موضوع، طيب هذه الأموال هل تظهر فجأة يعني نوع من المضاربات المعينة، هل تذهب يعني لشكل معين من الاستثمار، هل يتم تخبئتها في سوق المضاربات يعني على سبيل المثال العملات أكثر من أي شكل آخر أو السلع؟ احب اقول لك شيء او شيء فكره في انا اليوم راح اقول لكم مثل ممكن سر يمكن ما سبق قيل في كيف يدار الاقتصاد الامريكي. الاقتصاد الامريكي يدار بفكره اسمها العائله. العائله هذه عباره هي مش نسب، هم عباره عن فكر مغمور بالمصالح، يتفقون فئه معينه سواء كانوا بنوك او شركات نفط او شركات ادويه في تنظيم السوق العالمي واداره الاموال هذه. فالعائلة هذه طبعا هي عبارة عن دائما في كل صفقة تسويها تكون عبارة عن ثلثين لهم والثلث، والثلثين هو عبارة عن التضخم والأرباح والبراءة الاختراع والجودويل الاسم التجاري وما خلافه، والثلثين طبعا يروح 10% يروح للمنتجين و20% يروح للمستهلكين اللي هم الفئة الاستهلاكية هذه. فالجماعة ذول طبعا متواجدين في أمريكا وعندهم سياسات معينة لإدارة السوق الأمريكي بالإضافة إلى إدارة الأسواق العالمية وخاصة القطاع المصرفي. القطاع المصرفي في أمريكا طبعا هو قطاع كبير وتقريبا هو يعني أقدر أقول نيويوركي متحكمة في المال في العالم، هي مركز المال ومتحكمة في المال. فإدارة هذه الأموال من خلال نيويورك في طبعا فئة من العائلة من هو عبارة عن شركات الاستثمار الأمريكية الكبرى هي تقوم باستثمار هذه الأموال وتحدد فترة زمنية معينة لإعادة دورة هذه الأموال في استغلالها في عمل أرباح وإلى أن يتم المطالبة فيها، يعني هي تكون في حقبة ما بين السنتين للأربع سنوات بحد أقصى. وطبعا يدخلون في منها مضاربات في السوق، عشان كذا اليوم انت شفت الداون جوز اليوم واصل 13000 وهو يعتبر جدا مرتفع. نعم. المؤشر الامريكي مع كل الظروف اللي موجوده في العالم، انت اليوم تشوفين العالم يعني 2008 صارت الازمه العالميه والاموال راحت، كثير من سكان العالم يسالون وين الاموال هذه راحت؟ راحت عند العائله. نعم. اوكي يعني كله يعني من دهنه الاموال يقولوا من دهنه قال لي. اشكرك فعلا سيد يوسف، سوف نكون لاحقا طبعا مع كثير من هذه الاسرار اللي ممكن نحن نكشفها بشكل دوري. اشكرك على تواجدك معنا وعلى كل هذه المعلومات. إذا هذا من ضمن بعض الأسرار التي يتم تخبئة الأموال، من ضمنها طبعا الأموال التي تهرب بشكل غير قانوني. لنذهب إلى فاصل قصير.